بس لا هو احنا كمان الرب قال له 70 سبع مرات، بعدين راح اعطى مثل يس المديونان عشان يقول يعني عشان يوصل الحقيقه الاكبر حتى من يشرحها بقى يعني من 70 سبع مرات. تفضل. بس احنا مش لازم ننسى ان في ناس كتير بيساء اليها اساءات فظيعه صح مؤلمه بشعه لا تطاق. فالإجابة اللي قالها السيد المسيح له كل المجد على قديس بطرس، مش انت اللي هدت. احنا ما اقدرش اظلمك واقول لك سامح، ما انا مش هقدر. عشان كده الغفران بما احنا بنقوله كمسيحيين كلام عادي كده، اغفر لاعدائك، ما فيش كلام منطقي كده. لا انا عايز ربنا وريني فيه، وعايز اشوف في يوم عايزك تنتقم لي، فين دورك يا رب انسانيا؟ صعب. فتاري ربنا بيقول لي انا خايف عليك انت، انا عايزك انت تشفى من جوه. فعشان كده الكنيسه الارثوذكسيه عامله حاجه اسمها صلاه الصلح. بعد ما تاخد صلح الله انت وربنا في صلح مع اخويا واخويا اللي جنبي في قبله المصالحه، ودي مش للاربعه خمسه اللي جنبي بس، لو واحد في اخر الكنيسه او واحد مسافر او واحد عفوا مات او هاجر، انا محتاج اتشفي. الموضوع مش ان هو هاجر او مات، الموضوع جوه المراره لسه القلب موجوده، القلب يبقى نظيف. عشان كده السيد المسيح كان مصر، انا خايف عليك. وهو انا عارف ان انت مش هتقدر، انا بقول لك ان ده عمل الهي. الرقم الصادم ده عشان يقوله عمرك ما هتقدر ولا حد فينا هيقدر لوحده، لان الغفران عمل الهي، الانسان لوحده بجد لا يمكن يعمل. فإن ما كانش الإنسان مع الله مش هيحصل غفران، لأنه صعب، صعب على البشر يعني. يعني في عنا المثل العربي اللي كتير يمكن المشاهدين بيعرفوه، الأسى ما بينتسى. يعني لما في أسى صعب الواحد ينسى حتى لو بحاول يغفر، بس لكن إزاي يعني هاي الفكرة يوصل لهاي الوضعية؟ ممكن ما أنساش الحس لكن لو خدت شفاء ما فيش مرار، يعني الله مد إيده طبطب وشفاء وعوضني، الألم ينسى. لكن أفتكر الموضوع كأنه زي الجرح، بعد ما شوفي فيه سكار كده أنا ألمسه مش بيوجع، مش بيوجع بس فاكر.